نبدأ الحلقة بملف التعليم، حيث تسيطر حالة من القلق والترقب على أولياء أمور طلاب المدارس بشكل لم يعيشوه في السنوات السابقة. والسبب هو قرارات طارق شوقي وزير التربية والتعليم المتعاقبة والمتضاربة، والحجة الجاهزة هي مواجهة فيروس كورونا. فبعد البلبلة التي أحدثها شوقي بقراراته يوم الأحد الماضي 14 من فبراير بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني وآلية استكمال العام الدراسي، خرج في مؤتمر آخر مساء الخميس ليشرح ويعدل قراراته السابقة، وكان أهم ما جاء في قراراته الأخيرة. في البداية، القرارات التي تخص الشهادة الإعدادية جاءت كالتالي: إجراء الامتحان في 7 مارس المقبل. الامتحان سيكون في جميع المواد، ومدة الامتحان هي 3 ساعات أو أكثر. الامتحان سيكون بديلاً عن امتحان الفصل الدراسي الأول، كما أن الامتحان سيكون موحداً ومتعدد التخصصات في جميع المواد الدراسية، ونتيجة الامتحان لا تضاف إلى المجموع النهائي، كما سيتم احتساب المجموع وفقاً لنتيجة الامتحان الأخير في شهر يونيو المقبل. أما القرارات التي تخص امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فهي كالتالي: تعقد الامتحانات في الفترة من 28 من فبراير وحتى 4 مارس 2021، وهناك امتحان واحد فقط ومتعدد التخصصات، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة. كما أن تكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد، ويكون زمن الامتحان 2 ساعة لكل صف، ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي. أما القرارات التي تخص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فجاءت كالتالي: تعقد الامتحانات في 27 من فبراير وحتى 11 من مارس، وتعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تسلمت التابلت، كما تعقد امتحانات ورقية للفئات التي لم تستلم التابلت. كذلك تعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل آخر كل شهر، وامتحانات آخر الشهر بديلا على امتحانات الفصل الدراسي الثاني. والقرارات التي تخص الحضور في المدرسة فجاءت كالتالي: سيكون الحضور اختياري، أي بدون غياب، وكذلك إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس المختلفة بدءا من السبت الموافق 13 من مارس. كذلك إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس المختلفة، وسيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية. ومن حق ولي الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي بذلك طبعا للإدارة التعليمية. أما القرارات التي تخص امتحانات المصريين في الخارج فجاءت كالتالي: تعقد الامتحانات إلكترونيا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، ويعقد امتحان تحديد مستوى للطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى مصر مرة أخرى. أما القرارات التي تخص امتحانات الثانوية العامة فجاءت كالتالي: تعقد الامتحانات إلكترونيا بلجان مدرسية مراقبة وفق جدول سيعلن قبل نهاية فبراير الجاري، وسيتم عقد امتحان تجريبي في شهر أبريل المقبل للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل كما ذكرنا من المنزل. يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيا. وفيما يخص امتحانات التعليم الفني، قال الوزير إن الإعلان عن تفاصيلها سوف يتم قبل نهاية الأسبوع القادم. هذه هي قرارات التعليم الجديدة. إذن مشاهدينا، للتعليق أكثر وللخوض في تفاصيل تلك القرارات، ينضم إلينا عبر تطبيق زوم الخبير التعليمي السيد حمدي عبد الحليم. سيد حمدي، أرحب بك معنا. كيف تقيم تلك القرارات الراشحة عن وزارة التربية والتعليم؟ هل هي في مصلحة الطالب أم ضده؟ سيد حمدي، هل تسمعني؟ تلك القرارات الراشحة عن وزارة التربية والتعليم، هل هي
أستاذ حمدي. أستاذ حمدي لو كنت تسمعني أسألك عن هذه القرارات وهل هي في مصلحة الطالب أم لا؟ أهلا أهلا. لا يعني هي نفس المسلسل البغيض، مسلسل التخبط المتعمد، سياسة الإلهاء والإشغال في أغلى ما يعني ما يكون عند المصريين. أبناء المصريين هم فلذات الأكباد، هم العائلة التي يحافظ عليها أولياء الأمور الآباء والأمهات. فحينما يخص أمر الأبناء طبعا بيبقى الموضوع في غاية الخطورة. ولكن هذا الشيء الذي يحدث ما هو إلا وسيلة خطيرة جدا لإلهاء وإشغال أولياء الأمور بحيث يكونوا متخبطين مترددين مهمومين في كل يوم، كل يوم يوم 13 أنا مش عارف يوم كام كان في قرارات، يوم الخميس امبارح في قرارات أخرى وتختلف عن دي تماما. ولا الأمور يتمزق بين هذه القرارات حتى إن فهمها يقطع على كثير من المتخصصين. لأن هو كلام غير منطقي وغير مقبول. أنت حاطط لي شماعة. ما الغير منطقي في تلك القرارات؟ كوب 19. ما الغير منطقي في تلك القرارات؟ الغير منطقي التوقيت والتخبط. ده غير منطقي اصلا. يعني بصرف النظر عن جوده الرد وعدم، هي طبعا غير جيده تماما، يعني فيها لحظات وفيها يعني مآخذ كثيره جدا على ان الطالب يمتحن في كل المواد في ساعتين او في ثلاثه. كل المواد يعني امتحن العربي والانجليزي والرياضيات والعلوم واللغه العربيه والاجتماعيات، كل هذا في ثلاث ساعات يوم متعدد. يعني ازاي هيستوعب هذا الطالب وتخصصاته المختلفه دي؟ فهي كثيره جدا. لما قبل ما ياخد هو عايز يعمل اشغال اولياء الامور بحيث فعلا ما ينظرش ولا يفكر في اي حاجه ثانيه غير ما يشغله مع ابنائه. في الحقيقه دي في حاجه في غايه الخطوره. لكن يعني الوزير يقول ان تلك القرارات هي بسبب فيروس كورونا وهي قرارات مؤقتة في النهاية وللحفاظ على مستوى الطلاب، يعني ليس من المعقول أن يتم إلغاء الامتحانات أو إلغاء الاختبارات المختلفة. يعني وده للأسف الشديد يعني استغلال للكارثة اللي بتحيط بالعالم كله، استغلال سيء. يعني هو حتى يعني مش بيساعد الناس ديت ولا يعني يخلى أبواب أمل أمامها، ولكن لا ده بيستغل هذا الحدث الخطير استغلال في غايه السوء. حاجه يعني غير انسانيه. طيب في ظل الوضع الراهن وظل الظروف الموجوده في البلاد وموضوع فيروس كورونا على مستوى العالم وايضا في مصر والموجه الثانيه، ما هي الحلول التي تراها مقترحه، تراها مناسبه للحفاظ على العمليه التعليميه في مصر والحفاظ على مستوى الطلاب؟ كل دول العالم حضرتك مشغوله بنفس الشيء، ولكن الدول المحترمه اللي بتحاول تساعد مواطنيها بتقدم الاشياء اللي تخفف وتسهل الامور مش تعقدها. مش كل يومين ثلاثه يطلع قرار مصيري، يطلع قرار مختلف عن الثاني تماما. طب بتقول فيروس كورونا وهتمنع الطلاب يحضروا من 19 او 13 3 حاجه زي كده، انا مش فاكر يعني. وفي نفس الوقت تفتح باب للمجموعات الدراسيه انها تروح المدرسه. الله، هو الولاد اللي بيدفعوا فلوس في المجموعات التهويه دي محصنين من الكورونا، والاولاد اللي ما بيروحوش حياه الدراسه العاديه غير محصنين من الكورونا؟ يعني اين المنطق في هذا؟ هتعمل لهم تجمعات في المجموعات التهويه وترى التجمعات في الدراسه العاديه. يعني الحقيقه يعني بكل المقاييس الموضوع فيه. اشكرك شكرا جزيلا السيد حمدي عبد الحليم الخبير التعليمي.